بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، اختلف الإخوان عندنا في أذربيجان في مسألة تحديد بداية شهر رمضان ونهايته، حيث يحدد دخول رمضان وخروجه في بلدنا من قبل إدارة المسلمين قوقاز حسب الحسابات الفلكية، وهذه الإدارة بيد الشيعة، فبعض الإخوان يتبعون الدولة ويصومون ويفطرون على حسب تحديد الإدارة، ويقولون إن هذا هو الصواب من حيث وحدة المسلمين وعدم تفرقتهم، ولهذا يجب اتباع الإدارة في تحديد رمضان وفيه مصلحة، وبعضهم يصوم رمضان برؤية الهلال بالمملكة العربية السعودية ولا يتبعون الدولة، استدلالا بالتالي يقولون إن الدولة دولة أذربيجان لا يتحرى الهلال في دخول وخروج رمضان، ويحدد رمضان حسب الحسابات الفلكية، أو يقلدون إيران في تحديد رمضان وهو كذلك، وهم كذلك لا يتحرون الهلال. ثانيا، الإدارة الدينية عندنا الشيعة ونحن لسنا بالملزمين باتباعهم، فكيف يكون التصرف في هذه الحال؟ جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المشروع أن يسعى المسلمون إلى تحري رؤية هلال رمضان بأنفسهم، ولمعرفة دخول شهر رمضان طريقان شرعيان لا ثالث لهما. أما الأول فهو أن يرى الهلال، فإذا رأى واحد من المسلمين الهلال فإنه يلزم الجميع أن يعملوا بهذا. وأما الأمر الثاني فهو أن يكمل شهر شعبان 30 يوما، على الراجح من أقوال أهل العلم. وأما العمل بالحسابات الفلكية عند عدم الرؤية فقول ضعيف جدا، قال به بعض الفقهاء لكنه ضعيف جدا وترده النصوص، فلا عبرة به ولا يجوز أن يعتمد عليه. وعليه فلا يجوز للمسلمين في أي مكان، لا في أذربيجان ولا في غير أذربيجان، أن يعتمدوا في دخول شهر رمضان على حسابات الفلكيين، وإنما الواجب عليهم أن يتحروا، فإن لم يتيسر لهم التحري فإنهم يكملون شهر شعبان بحسب حسابهم ومعرفتهم 30 يوما، ثم يصومون رمضان. وعليه فأنا أرى والله أعلم أن ما تقوم به الدولة عندكم أو ما يكون عندكم من إعلان دخول شهر رمضان له أحوال. الحالة الأولى أن يكون الناس أو أحدهم قد رأى الهلال وهذا الإعلان يخالفه، فهنا يأخذ الناس برؤية الهلال ولا يلتفتون إلى هذا الإعلان المبني على الحسابات الفلكية. الحالة الثانية أن لا يكون قد رؤية الهلال في البلد، ورؤية الهلال في بلد موثوق كالسعودية، ويكون إعلان الدولة موافقا له، وفي هذه الحال يعمل به على قول من أقوال أهل العلم وهو اتحاد الأقطار والرؤية. والحالة الثالثة أن لا يوافق إعلان الدولة رؤية موثوقة ولكنه يوافق الإكمال، ففي هذا الحالة أيضا يعمل به لأن المطلوب هو الإكمال ما دام أنه لم يرى الهلال، أما إذا خالف هذا فلا. وقول الإخوة إن هذا هو المتعين أو الذي ينبغي العمل به لأن فيه اتحاد المسلمين، هذا غير صحيح، لأن المطلوب اتحاد المسلمين على المشروع لا اتحاد المسلمين على ما يرونه هم، والرؤية بالحسابات الفلكية غير معتبرة. فعليه فالأمر كما قلت لكم، يعني الحمد لله إن وافق إعلانهم رؤية في بلد من بلدان المسلمين الموثوقة كالسعودية أو مصر أو نحو ذلك فإنه يعتبر هذا موافقة للهلال، وإن لم يوافق رؤية ولكن وافق الإكمال فإنه يعتبر باعتبار الإكمال، وإن لم يوافق هذا ولا هذا فلا يجوز.
بل يجب على المسلمين أن يعملوا بالإكمال. إذا حددت الدولة يومين للدخول وخروج رمضان أحدهما يوافق رؤية الهلال بالمملكة العربية السعودية، فماذا علينا من في هذه الحالة؟ إذا حددت الدولة يومين متتاليين لدخول شهر رمضان وأحدهما يوافق رؤية الهلال في السعودية والآخر لا يوافق، يعني يكون بعد رؤية الهلال أو قبل رؤية الهلال، نقول إن الواجب عليكم يا إخوان أن تتحروا أنتم الرؤية بقدر المستطاع. أنتم يا معاشر المسلمين ينبغي أن تتحروا الرؤية بقدر المستطاع، فإن تعذر هذا لظروف البلد أو السحب أو نحو ذلك فإنه في هذه الحال ننظر. إن كان أحد اليومين يوافق رؤية الهلال في السعودية مثلا والآخر يوافق الإكمال فإن الذي يؤخذ به الإكمال، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن أهل البلد إذا لم يروا الهلال بأنفسهم يكملوا، فيؤخذ ما يوافق الإكمال. وإن كان أحدهما يوافق الرؤية في السعودية والآخر لا يوافق الإكمال وإنما هو قبل مثلا فإنه يؤخذ باليوم الذي يوافق الرؤية في السعودية. شوف، جاء في الحديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، ويقول العلماء يجب اتباع الجماعة، ما المراد في قوله صلى الله عليه وسلم الناس؟ أهم أهل البلد أم المجموعة المعينة من أهل السنة؟ يعني تقصد أهل البلد ولا أهل السنة في البلد؟ يعني هالسؤال، يعني هل مقصود به عموم الناس في كل البلدان ولا هل المقصود به عموم الناس في بلدنا أو خصوص أهل السنة؟ هو العبرة بهذا في الحقيقة أن مقصود يوم الناس الناس الذين يعتدوا بقولهم في الصيام، ولو شهد واحد منهم لقبلت شهادته، فلا يدخل في هذا من لا تقبل شهادته. فلو جاء 10 فساق معروفون بالفسق وقالوا أنهم رأوا الهلال فإن شهادتهم لا تقبل، ولا يأتي إنسان يقول الصوم يوم يصوم الناس، وإن المقصود بالناس الذين يعتد بصيامهم شرعا وتقبل شهادة. فإذا صام الناس فإن المطلوب من المسلمين أن تكون كلمتهم واحدة، أعني في البلد الذين يعتد بهم في الصيام أن تكون كلمتهم واحدة في الصيام. ولذلك نحن نقول لإخواننا أهل السنة الذين يتمسكون بالدليل، تحروا أن تكون كلمتكم واحدة وأن لا تتفرقوا، ولا تكون الكلمة واحدة إلا باتباع الدليل، ليس بنتبع هوانا أو هوى غيرنا. فالذي يوافق الدليل اجتمعوا عليه ولا تتفرقوا، وهو الذي قدمناه في الجواب عن السؤال الأول والثاني. هل يوجد للعلماء رأي في تحديد رمضان برؤية الهلال بالمملكة العربية السعودية إذا كانت الدولة تحدد رمضان حسب الحسابات الفلكية؟ نعم، هو أصلا من قديم فقهاؤنا مختلفون، فبعضهم يرون أن الرؤية في بلد من بلدان المسلمين رؤية لجميع البلدان، وبعضهم يرى أن لكل بلد رؤيته، والقول الثاني هو الراجح عندنا والله أعلم في دراسة المسألة بحسب الأدلة وفعل الصحابة والواقع العملي. السعودية خاص يعني ليست دول أخرى. أنا سأرتب على هذا، يعني أقول أصلا الخلاف موجود من قديم أنه لو رؤي في بلد من بلدان المسلمين فإنه يلزم الجميع، هذا قول، ولكنه عندنا مرجوح. وعليه فإن السعودية لا خصوصية لها لا قديما ولا حديثا من جهة مكانها، بل لو ثبتت الرؤية في الشام واعتبرت الرؤية فإن بعض المسلمين يقول هذا يلزم المسلمين جميعا.
ولكن اليوم السعودية بلد معروف بالتحري وبالنظرة الشرعية وبالقضاء الشرعي في هذا الموضوع، وهي محل ثقة المسلمين. فمن هذا الباب الناس تنظر إلى السعودية، لا لكون مكة فيها ولا لكون المدينة فيها، فهذا لا يؤثر في الهلال، لا يؤثر في رؤية الهلال، لكن الناس يثقون في السعودية وفي قضائها الشرعي وفي علمائها ونحو ذلك، ولذلك دائما يلتفتون إليها. وأنا أقول، قلت لكم جملة: إذا رؤي الهلال في بلد يوثق برؤيته فإنه يجوز الاعتماد عليه على ما ذكرناه فيما سبق، يعني إذا ثبت في مصر، إذا ثبت في الكويت ونحو ذلك، مثل هو مثله مثل السعودية. شوف، إذا كانت في البلد تحصل فتنة في موضوع تحت رمضان مثلا، إذا كانت دولة أعلنت مثلا يوم فلاني والإخوة شافوا القمر إلى اليوم في الآخر، أيهما يتبع، الدولة من أجل أعظم الفتنة أم الفتنة ترك الحق؟ الفتنة ترك الحق. فنحن نقول أنه إذا كان يعني تحصل فتنة، الفتنة في أن يترك الحق، ومن تمسك بالحق فهو الذي على الحق ولو كان واحدا أو اثنين. لكن نقول إذا كان يترتب على ذلك ضرر، فرق بين الفتنة أنه ناس يقولون كذا وناس يقولون كذا، هذا يعني لو كان أهل الحق ينظرون إلى هذا لتركوا كل الحق، تركنا العقيدة أصلا. لو كان هذا تركنا العقيدة وأخذنا بعقائد غيرنا. مثلا لكن إذا كان يترتب عليه ضرر، بمعنى أنه يتضرر الشباب، يمكن أن يسجنوا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضرر، فإنا نقول للإخوة: اعملوا بالحق وتخفوا به، وتخفوا به. فإذا كان يعني الصيام الشرعي يسبق صيام الدولة بيوم، فإنهم يصومون ولا يظهرون صيامهم ولا يعلنونه باعتبار أنه يؤدي إلى ضرر متعدي. وإذا كان الصيام يتأخر عن صيام الدولة، فإنهم يظهرون في الظاهر أنهم صائمون ويفطرون في الخفاء. هذا متى؟ إذا كان هناك تعسف من الدولة في هذا الباب وضرر متعدي يصيب الناس. هل يمكن أن شيخ نكون نصلي العيد ونكون صائمين من أجل عظم الضرر؟ نعم، إذا كان يعلم بأسباب وليس مجرد أوهام، يمكن لا يعلم أنه سيحصل ضرر متعدي، فإن الإنسان يمكن أن يحضر معهم صلاة العيد وهو صائم، ثم يوم غد يصلي العيد. نعم. كيف؟ بل لو ثم يعني هو على كل حال صلاة العيد إنما تصلى في المجامع. فإذا يعني كان الإنسان معذورا وفاتته المجامع ولم يستطع أن يقيمها في مجمع، فإنها تسقط.